سيد رئيس، أود أولا أن أنضم إلى زملائي في تهنئتكم على رئاستكم المجلس لهذا الشهر وعلى التنويه برئاسة المكسيك له خلال الشهر الماضي. ويهمني أن أعرب عن التقدير لحضور فخامة رئيس بوريس تاجيك رئيس جمهورية صربيا وأشكره على بيانه. وأود أيضا أشكر الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة السيد لامبرتو زاني وممثل الاتحاد الأوروبي الجنرال إيف دي كيرمابون على إحاطتهما، كما أشكر سيد اسكندر حسيني على بيانه. بتاريخ 18 أيار الماضي استمعنا إلى إحاطة الممثل الخاص الأمين العام في كوسوفو سيد زاني حول آخر تطورات في كوسوفو، حيث أشار إلى هشاشة الوضع الأمني بسبب توقف مسار الحوار والمصالحة وعدم إيجاد حلول لعدد من المسائل الحساسة، ولا سيما منها المفقودين، الممتلكات، الخدمات العامة والوضع الاقتصادي. وكان يحدون الأمل بحصول تطورات إيجابية تؤدي إلى استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة لاحتواء أجواء التوتر خاصة في منطقة شمال كوسوفو. إلا أن انفجار القنبلة الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي في الجزء الشمالي من مدينة ميتروفيتشا وأدى إلى مقتل شخص وجرى 10 آخرين جاء عكس أمالنا. وما يزيد من قلقنا على الوضع هو الاعتداء المسلح صباح أمس الاثنين على النائب بيتر ميليتيج. إن لبنان يدين بشدة هذه الاعتداءات وجميع أعمال العنف الأخرى في كوسوفو، ويكرر دعوته كافة الأطراف إلى المحافظة على الهدوء والتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن أي عمل يمكن أن يساهم في تأجيج الوضع. ونشدد في هذا المجال على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة الإدارة المؤقتة في كوسوفو اليونميك لتيسير المصالحة وتعزيز الأمن. ويشدد لبنان على ضرورة تأمين مناخ إيجابي يخفف من حدة التوتر، ويدعو كل من بلغراد وبرشتينا إلى استئناف الحوار البناء والمباشر لتطويق أي تفاقم الوضع الأمني. ونحث جميع الأطراف المؤثرة في المنطقة شمال كوسوفو على لعب دور مساعد لتشجيع المجموعات المحلية على التحاور وإيجاد حلول المسائل الحساسة لما لذلك من تأثير على تحقيق الأمن في كوسوفو وكامل منطقة البلقان. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Lebanon for his statement and now give the